يا مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. النهارده جاي لكم فيديو مشتريات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نشوف احنا جبنا ايه. اول حاجه هنا جبنا اللي هي المكرونه دي، مكرونه لمتنا، مكرونه طول، هي الكيس ده كيلو. جبت اتنين، تمام. كان الكيس ده، كان الكيس ب35 جنيه، ده اول حاجه جبناها. وجبت كمان اللي هو المكرونه المقاس ده، مقاس الصغير ده، ده برضو كيس كيلو. جبت اتنين ب35. جبت كمان شعريه كيسين، عشان انا بحب اعمل رز بشعريه. ده كيس وده كيس، برضه ب35 جنيه. وجبت كمان اللي هي المكرونة سباجيتي، برضه ده كيلو، وده ملح طبعا. جبت 5 اكياس ملح طبعا انا عندي، بس جبت كمان بزيادة. وجبت ازازة الزيت دي، ازازة الزيت دي كان سعرها عامل، ازازة زيت دي كان عليها عرض، ازازة الزيت دي كانت عاملة 200 جنيه، تمام. وجبت كمان الصلصة دي برضو كان عليها عرض، دي كانت ب50 جنيه. وجبت ازازة سمنة كريستال دي 2 كيلو، برضو كان عليها عرض، 2 كيلو و40 جنيه. وازازة الخل دي، وايه تاني، وطبعا جبت رز، جبت اللي هي شكارة الرز الكبيرة دي ب220 كيلو. وجبت يعني انا جبت، انا كنت نازلة بصراحة يعني هجيب حاجات كتير، كان ناقصني حاجات كتير، فبصراحة الميزانية يعني عدت الحدود، فما كنتش متوقعة ان الاسعار كده، ف يعني لميت الدنيا على قد ما اقدر. طبعا ازازة الزيت دي هتبقى للطبيخ. وجبت انا من التموين ده، هو التموين اللي هو زيت القلية ده بتاع التموين، عندي ازازتين، تمام كده. وطبعا جبنا السكر، السكر احنا بنحتاج سكر كتير قوي في رمضان، بنحتاج سكر كتير في رمضان عشان العصاير، فانا كان عندي انا عندي كده كتير سكر. ده كمان واحد اهو، ده بتاع التموين، وبرده هجيب كمان، يعني هحتاج سكر كمان، تمام كده. جبنا ايه تاني؟ طبعا جبت انا عندي بهارات، بس جبت اللي هي البهارات اللي ناقصاني دي، كده كمون، ده كان عامل يعني الكيس ده كان عامل 40 جنيه، شوية دول عاملين 40 جنيه، كنا بنجيبهم الاول ب10 جنيه. انا بحب اجيب البهارات بصراحة، حصل كده وانا بحمصها وبطحنها. جبت ايه تاني؟ جبت فلفل اسود، جبت فلفل اسود ده حصل، كنت جايبه كيسين بس استعملت كيس، وده الشويه دول 21 جنيه، تمام. وجبت البابريكا دول بكام؟ ب25 جنيه الحبه دول. انا جبت دول وانا عندي، بقى بقيت البهارات التانية انا عندي، تمام. وجبت العدس ده عشان نلمس فول، العدس ده عدس تركي الكيلو ب80، فده نص كيلو ب40 جنيه، تمام. وجبنا ايه ده؟ طبعا دي الحاجات بس دي اللي انا جبتها، وما جبناش يعني مش رمضان ولا جبنا حاجة. جبت ده، جبت لفتين قمر الدين دول، ده اللفتين دول ايه؟ قمر الدين، الطم الهندي، الطم الهندي ده راح فين؟ هديه ب35 جنيه، وقمر الدين
50 ب 75 جنيه، الاثنين ب 150. تمام. وجبت اللي هو الكيس الكركديه ده، انا بعمل قمر الدين على كركديه، ده ب 60 جنيه، ده ربع كيلو ب 60 جنيه. تمام. جبنا ايه تاني؟ وطبعا انا عندي دقيق، اللي هو الدقيق، وجبت الدقيق ده سايب عشان خاطر اللي هو غسيل الطيور والحاجات دي. هي دي الحاجات اللي انا جبتها في لما نزلت اشتريت الحاجات دي، بس دول شوية الحاجات دول اشتريتهم، يعني شوية الحاجات دول الفاتورة كانت عاملة 2000 جنيه، بس شوية حاجات لا تذكر. كنا الاول ننزل نجيب شوية الحاجات دول يعملوا 400 جنيه، الوقت معديين ال2000 جنيه. يعني ربنا يرحمنا يا رب برحمته ويعافينا، الاسعار بقت صعبة جدا. يلا ربنا يتولنا برحمته. فهذه كانت المشتريات اللي انا جبتها. وطبعا انا عندي كمان مكرونه، وعندي شعريه، وعندي زيت كمان، فان شاء الله باذن الله طبعا ربنا هييسر ان شاء الله، والحاجات دي تقضيني لشهر رمضان. يعني انا عندي استهلاك اللي هو ال10 ايام دول. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني ان شاء الله باذن الله لو عشنا وكان لنا عمر تطبقوها من السنه الجايه باذن الله. طبعا انا كل منزل يعني اشتري حاجه، فبشتري حاجه كده من السكه، يعني مثلا كيس سكر، يعني كيس السكر ده انا جايباه من اللي هو تقريبا على البطاقه بينزل لنا 27، الكيس ب 27، فبجيب كيس من السكه بركنه، كيس مكرونه من السكه كده بركنه، طبعا اي حاجه كده من السكه، ازاي زيت تجيبيها من السكه وتركنيها. طبعا هيجي عليكي دخول رمضان، يعني هتبقى الدنيا صعبه سهله عليكي ومتيسره ان شاء الله باذن الله، ربنا ييسر لنا الامر. وكل سنه وانتم طيبين، ويقعد عليكم الايام بخير يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. واشوفكم في اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.